مساء الخير يمثل ضيفنا جيلا من المثقفين العرب حمل الكثير من الأفكار الكبرى وآمن بكثير من الأحلام المستحيلة التي كانت تمتد من الماء إلى الماء أي من المحيط إلى الخليج وكانت فلسطين قبلته وبوصلته حتى في لحظات الهزيمة والانكسار اختبر الحياة الحزبية والسياسية والحكومية والإنمائية لكنه في نهاية المطاف انتصر للمثقف والمفكر الكامن فيه واختار بملء إرادته الابتعاد عن العمل السياسي المباشر والتفرغ للتفكير والكتابة والتنظير في أحوال العباد والبلاد نطل معه الليلة على فلسطين بعد مئة عام على وعد بالفور وعلى حال العرب والعروبة ومآلات مشاريع الهيمنة والتفتيت وكيفية الخروج من جحيم التطرف والتعصب والتمذهب بيت القصيد بيت المبدعين العرب يرحب بالكاتب والمفكر العربي الكبير الأستاذ الفضل الشلاق أهلا وسهلا فيك شرفت شكرا شكرا زي. يعني بداية انطلاقا من مئوية هذا الوعد المشؤوم وعد بلفور هل اختيار فلسطين يعني اختيار فلسطين أنه يعني بريطانيا العظمى كان بإمكانها يعني لديها كثير من المستعمرات كثير من الأمكنة لماذا اختير العالم العربي لماذا اختير قلب العالم العربي بمعنى فلسطين نقطه وصل بين بلاد الشام ومصر بين المشرق العربي والمغرب العربي هذا الاختيار من ناحيه جنسي. لا اختيار, اختيار استراتيجي يعني... لانه بتراجع التاريخ التاريخ يعني كمان من <applause> نحكي شغلات معروفه يعني انه صلاح الدين استطاع ان يتغلب على السرنجي في ذلك الحين عندما وحد مصر مع سوريا توحيد مصر مع سوريا من الصعب ان يكون ان يتم بدون بدون فلسطين يعني في فاصل جغرافي يعني احد اسباب الانفصال سنه 61 هو الفاصل الجغرافي بين مصر وسوريا بالاضافه الى تامر الانفصاليين بـ طيب بـ ما عليك من الماضي الى الحاضر يعني ما بدنا نستعيد الاشياء اللي مثل ما تفضلت صارت معروفه تاريخيا ولكن فلسطين ربما ضاعت كمان بسبب سلسله من الاخطاء او الخطايا العربيه اذا جاز التعبير، هل ترى اليوم في ظل ميزان القوى في ظل الواقع العربي الذي نعيش إمكانية لاستعادة فلسطين كقضية إلى دائرة الاهتمام تبقى فلسطين مركز الاهتمام بس هلا اي نوع من الاهتمام نعم. لازم يكون بس ما لازم يغيب عن اذهاننا انه في نفس الوقت اللي اعطي فيه وعد بلفور جرى تقسيم المنطقة حسب برنامج اللي ساكس بيكو مع روسيا القيصرية كان ساكس ساكس بيكو والتقسيم مقدم ل فلسطين وعطاء للصهيونية والنقطة الهامة انه سنة عندما حدثت الحرب وكان ما يسمى جيوش عربية ضد اسرائيل كانت كل الدول العربية الساهمة مستعمرة و اما تحت الانتداب او اول من طلع من الانتداب او مسيطر عليها قوى الاستعماريه بشكل او باخر وكان مخطط لها الموضوع طبعا قبل ميزان القوى في ذلك الحين سنه 48 كانت عندما تم اعلان دوله اسرائيل كان لديها جيش عده وعديدا آه وتدريبها أكبر من الجيوش العربية مجتمعة مجتمعة هذا طبعا طبع جيش أقوى من م. كل هذه الجيوش العربية مجتمعة إضافة إلى ذلك آه آه التدريب أفضل والتسليحة وال... الشيء اللي ما نعرفه إنه كان عندهم طيران كيف ناس ما أعلنوا دولة وعندهم طيران يعني عادة بيملك الطيران هو الدولة آه كان عندهم طيران وبالإضافة لأمور أخرى هي ال هذا بدلك انه ما كتب قد كتب اعلن اعلن اعلنت أعلن دوله دوله اسرائيل نجحت نجحوا في اعلان دوله اسرائيل ليس فقط نتيجه اخطاء العرب ومن الطبيعي ان تكون هذه الانظمه في سلوكها على على خطا بس اعلنت دوله اسرائيل لان يعني ميزان القوى بين اسرائيل وبين العرب كان مختلاً كان إسرائيل. لصالح لصالح اسرائيل لم يكن العرب في ذلك الحين مجتمعين اقوى من اسرائيل من اسرائيل طيب هل هناك اليوم امكانيه لاستعاده فلسطين كقضيه كمحور اهتمام في ظل النكبات العربية في ظل الحروب يا سيدي يا سيدي ما لم تختفي قضية فلسطين من الوجدان العربي ومن الشعور العربي ومن مركزية يمكن بالنسبة لجيلك لا بالنسبة لجيلي ولا بالنسبة لأحد أحد أسباب ثورة 2011 اللي كانت ثورة في كل الأقطار العربية من المحيط إلى إلى الخليج كان قضيتها قضية فلسطين أحد يعني كيف امبارح عنا بدا بدا التعبئه الشبابيه في مصر مثلا هذا بعد الانتفاضه الثانيه كانت شغله اساسيه بنظرهم آه الاحتلال العراق من قبل الامريكان آه يعني ما اختفت ما اختفت القضيه وما زالت القضيه هنالك عده اشكال الحقيقه وصل للنقطة المهمة يعني. وهي هي أشكال المقاومة، نحن ما زلنا نكرر أشكال المقاومة ونعتبر أنه هذه المقاومة تستعيد فلسطين هذه أو تلك يعني في عدة أشكال من المقاومة لا, لا تستطيع المقاومة أساساً كل مقاومة دفاعية فلسطين لا لا يمكن استرجاعها إلا بحرب هجومية ففي تناقض بين فكرة المقاومة واسترجاع فلسطين مقاومة وقت في عرض محتل مثلا بلبنان مقاومة الوطنية بل المقاومة الإسلامية إلى آخره صحيح بس دي استرجاع فلسطين في في يسمى في في تناقض مع على, على كيف القصة كيف يتحول ميزان القوى لصالح العرب سؤال كبير لا يتحول ميزان القوى الى صالح العرب الا عندما نبني مجتمعات متماسكه ومنتجه وتعتمد على نفسها، نحن الحقيقه منذ الاستقلال لسنا مشت... لسنا مجتمعات متماسكه يحكمنا الاستبداد، مبعثرين مشتتين، مش التجزئه العربيه فقط. داخل كل دوله عربيه نحن مبعثرين ومشتتين بس... بسبب بسبب الطغيان والاستبداد، فكيف يمكن أه؟ انه هذه انه انظمه حتى لو اجتمعت أه؟ عم تلغي شعوبها وتسترد فلسطين ما يعني من ناحيه الموازين القوى من ناحيه من الناحيه الواقعيه هذا م. هذا مستحيل م. هذه الانظمه أه؟ من الطبيعي انه قضيه فلسطين شغله ثانويه بالنسبه ل... ل... بالنسبه المبارك. للشعوب العربيه بالنسبه للشعوب العربيه فلسطين ليست قضيه ثانويه بس هل هي وجه الخابيه او كعب الخابيه؟ اليوم اليوم وجه الخابي هي لا كعب الخابي و... ولا كعب الخابي الحقيقه الان هي في وجدان الناس ها بس انا عم نحكي بالنسبه لنا المهتمين بالشان العام هل هل تكون فلسطين انا بالنسبه لي يجب ان تكون ك... تاتي ياتي تحري... تحريف تحرير فلسطين ها لن يكون في هنالك تحرير فلسطين ها في بدايه الطريق يا خرا بك خابية نعم كي. اذا ما ونحن مشكلتنا منذ ساكس بيكو منذ وعد بالفور منذ الاستقلال بعد الحرب العالميه الثانيه انه ما بنينا دول دولنا كل الدول العربيه ولا دوله من دولنا شرعيه لا تسالني ما هي ما هي شرعيه شرع الشرعية وقت النظام يتمتع برضا الناس، وت... عندما يتمتع النظام برضا الناس، يصبح شرعي، يتحول إلى دولة، وتل... عندما يفقد ال... هذا الرضا ها؟ آ... بيفقد شرعيته وعندما يفقد شرعيته النظام وشعبه ضده وكل نظام مستبد شعبه ضده من الطبيعي ان يلجا للخارج ويستعين بقوى خارجيه وانا اشوفه في في العربيه عموما ف مشكلتنا الان ليست هل, هل فلسطين في محور وعي الناس ووجدان الناس او لا مشكلتنا الان ان هذه المجتمع المجتمعات العربيه مدمره وعي مدمر والعقل العربي الان عقل شبه, لا. شبه كيف نعيد الاعتبار للعقل العربي؟ كيف نعيد الاعتبار للوعي العربي؟ سواء بقضيه فلسطين او بقضايا مجتمعاتنا المختلفه من التنميه للحريه ومن يعني الديمقراطيه للعداله، كل هذه القضايا متقدم عليها مسائل ثانيه كثيره يا ابو علي عندما نصبح مجتمعا مفتوحاً نعم نحن الان مجتمعات مغلقه شو معناتها هذا المزاج الديني عند مختلف الطوائف والمذاهب الاسلاميه أنا مغلقه شو معناتها انه السلفيه انه بدنا نرجع نعيش مثل ما كانوا يعيشوا من 1400 سنه معناتها مجتمع مغلق وانت بيصير المجتمع مفتوح وبيصير في نقاش وبيصير فيه يكتسب المجتمع حيوي هلا بسموها العالم ديمقراطيه بسموها غير ديمقراطيه ما بعرف بس كتبت كتبت وقت بيكون نقاش بي... مفتوح اذا عندنا بمعظم معظم البلدان العربيه ما عليك شيء بياخذوا الواحد على السجن بتهمه آه انه خدش الحياه الدينية او خدش الحياه القومية آه؟ ها نعم هذا مجتمع مغلق بغض النظر عن هذه الجماعات الدينيه السلفيه اللي بتعتبر حالها انه هي آه الذات آه 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 الإلهية أعطتها تفويض التحكم بالبشر والتحكم بأفكار البشر إيه؟ كتبت حضرتك بأحد مقالاتك أو بأحد يعني مقدمات كتبك تدعو إلى ما سميته النزق الفكري طبعا يعني شو 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 النزق الفكري؟ انه نخرج <within contact wire> و... وهل في امكانيه للنزق الفكري اليوم؟ wow. اذا كان الفكر بحد ذاته يعني بمعنى هيك التقليدي غير مسموح وغير متاح مررنا بالقرن التاسع عشر بمرحله نهضه نعم كان في شيء من النزق الفكري عند أول للمصلحين الكبار اللي ما في يعني اسمائهم فقدنا هذه المساله بال بالنصف الثاني من القرن العشرين الحقيقه فقدنا الحيويه على على التفكير او ما بالاحرى ما سيطر علينا هو العقل المستريح اعتبرنا الاجوبه سهله أعتبر انه الاجوبه موجوده نعم خارج كونسبت مفهوم الامه في ناس بيحكوا امه اسلاميه في ناس بيحكوا امه عربيه امه عربيه طيب ما هي الامه؟ هل الامه شيء موجود معطى من الذات الإلهية إذا كانت أمة إسلامية أو مطلع. معطى من التاريخ إذا كانت أمة عربية أما أو لأمي شيء نصنعه ها أه؟ أمي أنا باعتقادي صحيح أه في شغلة تاريخية يجب الارتكاز عليها ولكن تصنع أمي تصنع ما قاله مثل ما قال مثل الهوية مثل مثل الهوية الشاعر مزيني بعد ما صارت الوحدة الإيطالية قال له خلقنا الدولي الان علينا ان نصنع المواطن الحقيقه المواطن مش حقيقه من الان ليس هنالك مواطن عربي طيب لانه بوجود الاستبداد نحن ما زلنا نعاني ما كنا نعانيه في ايام الامبراطوريه العثمانيه نحن اشبه بالرعايه ما في حوار النقاش مفتوح وهذا و... 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 وما يعني خرج أصلا مثل ما... نصر حامد ابو زيد اقاموا عليه دعوه صحيح وبسبب الكتاب يعني انا قريته ما في شيء أه؟ طيب ليش أق... اقيمت هذه الدعوه وحكم عليها على ايام حسن مبارك هذا بال بالتسعينات يعني كيف لا يجب يز... نزخ الف... نزخ الفكره آه نزع.. لي... ليش حكيت انا نزع ها آه؟ انه تحكي اللي بدك اياه ان تفكر بما تشاء وان تنطق بما تشاء. بمو بدون ان تكون مهددا لا من المجتمع ولا من ال... ولا من ولا من النظام السياسي ببلدان ديمقراطيه متقدمه ما بحاجه حاجه نذا الفكري يعني شو ما فكرت شو ما قالت ما راح تروح على السجن ببلادنا التفكير مغامرة okay. لأنه أنت دائما مهدد أنه ممكن هذا الفريق أو هذا الفريق الديني أو هذا الفريق السياسي ممكن يزعج مني ممكن يصلح راسه نحتاج إلى النزق الفكري لأن التفكير الآن هو نوع من المغامرة في ظل أنظمة الاستبداد والاستبداد <applause> أنواع okay. ونحن هو هو المشكله المشكله معاليك انه صح الانظمه الرفه والمستبده تتحمل المسؤوليه الكبرى ولكن اليوم يعني بتشوف حتى المجتمع نفسه السلطات المتنوعه بالمجتمع التيارات المختلفه كمان يعني تحجر على 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 العقل وعلى الوعي وعلى التفكير هلا كيف؟ هذا كيف؟ قلنا الى مساله اخرى يعني هذه الشعوب لا. هي ضحايا ضحية أنظمتها وإلى آخره وهي الآن وهي ضحايا السداد الأنظمة وهي ضحايا قبل هذه الأنظمة ونحن القوى الخارجية التي تشرف على هذه الأنظمة بشكل أو بآخر هذه الشعوب ضحايا تكون عندها نتيجه هذا السداد ونتيجه الانغلاق تكون عندها في مزاج ديني الان وهو مزاج ظالم اذا حكيت بما لا يتناسب مع هذا المزاج المجتمع بيعاقبك نعم ها. طيب كيف نتجاوز؟ كيف نواجه؟ كيف نخرج من بالنزق بالنزق ايه بالنزق والمغامره ها؟ هذا اللي قصده يعني آه بدنا الان الحكي الحر والحكي آه آه <applause> الخروج على المألوف في نوع من المغامره بمجتمعاتنا طيب هل, هل, هل ممكن نقول انه حجم التردي اللي عايشينه بس انا بس انا ما زلت اعتقد آه؟ نعم رغم قديش المقاس اللي عم تمر فيها مجتمعاتنا العربيه آه فيك تحكي وفي مجال كتير للحكي والابداع الراي والى ما دامت ما بتهين ايمانها إيمانك إيه. إيه. في مجال كثير رغم كل البؤس الذي نعانيه، ما ما أهلنا هؤلاء ما دام ما من هنا ها. ما من هنا الناس في مجال كثير ل طيب يعني بس هي الإهانة مطلوبة يعني؟ نعم إهانة الإيمان أو إهانة الناس لا إيه؟ ما يعني وعيب إيه؟ أساسا إيه. عيب أوكي؟ بس عنقول هذا المجتمع في قصة كمية من الهوامش الحرية يعني خزين من التسامح لم يفقد لم يفقد هذا التسامح رغم المزاج الديني الطاغي أو المزاج المتزمت ال قبل نعم. ما أتوقف قبل ما أتوقف حتري. مع موجز إخباري آه أبو ع... الحال اللي نحن فيها يعني إذا اعتبرنا إنه وصلنا إلى القاع إلى قعر التردي هل هذا شيء مبشر يعني بمعنى انه يخلق ردة فعل عند المجتمع عند الناس للخلاص للخروج مما نحن فيه القضية ليست فقط فكرية وسياسية شو هي انه يصير مجتمع منتج لن لن يصبح المجتمع على شيء من التماسك وال الا ما يترحرح من ناحيه العمل والانتاج والى الناس وقت بيشتغلوا بصوروا فخورون بصوروا فخورين بعملهم بصوروا فخورين بذاتهم يعني مجتمعاتنا فيها طلت عطلين عمل اكثر من طلت عطلين عن العمل حتى في البلدان النفطيه فعمليا مجتمعات ما بت... مجتمعات ما بتشتغل او غير مسموح لها بالشغل ها؟ فكيف تنتظر انه المجتمعات هذه المجتمعات تت... طيب ما هو السؤال التلقائي انه كيف نجعل هذه المجتمعات مجتمعات منتجه؟ هو هذا ايه مضبوط 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 مين المسؤول؟ مين ترجع هلا بدك اه الانظمه والاستبداد والصحيح بس كيف يعني بل... مسؤوليتنا نحن او مسؤوليه تكون تكون نموذج ذهني عند الناس بالربع الثاني من القرن العشرين مع تدفق النفط وعائلات النفط تكون نموذج ذهني عند الناس انه تعمل مصاري من دون ان تعمل وهذا الحقيقه هذا النموذج الذهني ليس فقط عند الدول بالبلدان النفطيه هو اصبح معمم عند كثير من المجتمعات العربيه بسبب انه كثير ناس بيروحوا يعملون بال بالدول النفطيه بسبب التحويلات من الدول النفطيه تكون هذا النموذج الذهني انه بتعمل مصاري بدون ما تشتغل فاذا تشتغل؟ واذا واذا, بدأ وإذا بدات تفكر لشو لماذا اعمل؟ ها؟ هذا تنتقل الى السؤال الثاني لماذا افكر؟ بدون الشغل ما بتفكر ها؟ الشغل اللي بخلي الناس يفكروا طيب خلينا بعد بعد الموجز يعني نسال اذا كان اليوم النفط عم يتراجع اهميته بالعالم وسعره و... و... نا... هل يجعلنا هل نفس... على العرب نعم هل هل يساهم بجعلنا يعني هذا الشيء أم منتجه ولكن بعد ما نتوقف سريعا مع موجز إخباري نتابع بيت القصيد مشاهدينا الكرام نتابع بيت القصيد مع الكاتب والمفكر الاستاذ الفضل شلاء معليك كنا عم نحكي عن مساله الانتاج والمجتمعات العربيه غير المنتجه ومسؤوليه النفط اللي اعتبرته لعنه على العرب او نقمه يعني مش نعمه كما ينظر اليه البعض لماذا النفط لعنه ومن حول الى لعنه على شعوبنا ومجتمعاتنا بظل اوضاع سياسيه من النوع وفي ظل و... وفي ظل وجود دول من من هذا النوع يتحول النفط الى لعنه، النفط في النرويج ليس لعنه، لا لانه في دوله. النفط في الولايات المتحده ليس لعنه. بس بالبلدان مثل بلداننا نحن ما يسمى العالم الثالث او ما كان يسمى العالم الثالث والى اخره يوطل... آه الدولة ضعيفة والدولة غير النظام ممكن يكون لا. نظام قوي والد... والدولة ضعيفة وببلداننا العربية نظام نظام قوي نظام مخابراتي كابس على الناس و... 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 وماسكهم ماسك الناس بأخوانيهم بس الدولة ضعيفة و... اوكي بتذكر الشعار اللي كان مرفوع بالستينات او اوائل السبعينات نفط العرب للعرب صحيح وبعدين انه طلعت باوائل الستينات و جرى تأميم النفط بس هل النفط ملكن؟ لا، بعد تامين النفط اصبح بيد هذه الانظمه العربيه اللي هي بإمكان بالدول النفطيه او بما بما تقدمه من مساعدات للدول غير النفطيه سيطرتها على شعوبها اكثر يعني الم اكثر سيطره على شعوبها وعندها وسائل اكثر اعطتها 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 وسائل اكثر للضغط ولممارسه الارهاب على شعوبها، بالمناسبه انا ما بعتبر الارهاب الا من شغل الدوله الدول. الناس اذا ارتكبوا عمل عنفي لا. هو جريمه الارهاب تمارسه الدوله بكل انحاء العالم. علينا التمييز بين الارهاب والجريمه، مثلا من اسبوعين ثلاث اسابيع صارت حادثه بلاس فيغاس. نعم صنفت جريمه. حادثه امبارح بنيويورك صنفت ارهاب ها؟ أه؟ هو اللي حاصل هن اثنيناتهم جرائم نعم ها؟ أه؟ هو اللي حاصل إذا كان الفاعل مسلم أو عربي يعتبر إرهاب وإذا أه؟ كان الفاعل غير مسلم وغير عربي يعتبر أه؟ جريمة بس, ال... بس بس حتى لو كان دولي بس الأهم من ذلك ما تفعله هذه الدول نعم ما تفعله بحق شعوبها هذا شو؟ هذا ما هو قديش في ناس بالمساجين؟ قديش في ناس يقتلون يوميا؟ قديش في ناس الى اخره عن طريق هذه الانظمه، هذا ليس ارهابا؟ والانكى من ذلك انه هذا كله يتم عن طريق انظمه لا اعتقد انها شرعيه. نعم، طيب بما انه نحن عم نحكي بذكرى 100 سنه على وعد بالفور، الارهاب الاسرائيلي او ارهاب الدوله الصهيونيه اللي قامت نتيجه هذا الوعد مسكوت عنه؟ حتى عند كثير من النخب العربي اليوم، يعني إذا إسرائيل بتعمل حرب على غزة مثلا، في كثير من المثقفين العرب يصفقوا ل... لاسرائيل. متفقين على مسؤولية الأنظمة نحن. بس كمان النخب وينا هنالك من يرى انتهت قضية فلسطين. لا تنتهي قضية فلسطين إلا ب... عندما ينتهي العرب. ما دمنا عرب. في وجود عربي في انتماء عربي لا تنتهي القضيه هلا بكل مجتمع في ناس معاليك اليوم. مع اليوم 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 عفوا عفوا ما, عفوة، عفوة. ما, ب... في... ما كان في ما كان في ناس فلسطين... بالعراق بسوريا بفايدة مع الانجليز مع الفرنسيين مع الاخرين وفي ناس مع مع اسرائيل وفي عملاء مضبوط اوكي بس النخب العربيه عموما ها ما بعتقد يعني انه هذا في حالة من الياس، في حالة من القنوط، في حالة من الإحباط، ها؟ أه؟ بس إنه بيهللوا لإسرائيل؟ على كل حال معلش أبشر هؤلاء الذين يهللون لإسرائيل، أه؟ إذا كانت إسرائيل بتقبلهم، ها؟ أه؟ ما بتقبلهم، ما عندك نموذج جماعة لحد، يعني نموذج صارخ بكيف لفظهم المجتمع الإسرائيلي والدولة دولة الاحتلال، بس اليوم قصدي معاليك انه اذا بتحكي فلسطين اذا بتحكي قضيه فلسطين الشعب الفلسطيني في كثير ناس مثقفين ولهم اعتبار او ناس عاملين بالشان العام بيقول لك وين بعدك انت لغه خشبيه بيقول لك موضه قديمه شو عم تحكيني انا أه بالمناسبه افضل اللغه الخشبيه ما عندي مشكله مع اللغه الخشبيه عندي مشكله مع لغه العملاء ومع لغه المحبطين والياسين العظيم مع شيء آه هذا الوجود العربي ما سهل اوكي على كل حال ما ننسى انه في دوله عربيه كبرى عملت كامب ديفيد اللي هي مصر وفي دوله ثانيه كمان عملت اتفاق ولي عربه نعم الاردن اللي هي الاردن بس هل هذه الدول تعبر عن شعوبها؟ لا اظن لحد آه. اليوم ما قدرت اسرائيل تتسلل على الوجدان الجمعي للمصريين او للاردنيين آه. في شوية أو... في شوية مثقفين بيخلونه وبيجيبوهم الإسرائيليين بياخذونهم وبيجيبوهم الامريكان وبيقولوا لك آه فقدنا العمل والى اخره آه في او أشبه مثقفين والى اخره بس المثقف الحقيقي لا يمكن ان ان يفقد العمل مهما مثلا انا مسألوني مرة آه. شو بتشتغل؟ قلت لهم امارس مهنة التشاؤم ها آه؟ آه. 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 بس اذا اذا ما في غير التشاؤم مصيبه ها أه؟ نعم. لانه الحياه بدها تستمر وهذه الشعوب أه معلش ماذا حدث بال 2011 نعم أه؟ كنا وصلنا للحال معلش صارت 2011 صار قبل ما انفصال جنوب السودان صحيح ها أه؟ انا بتذكر من ياسي وتشاؤم وتشاؤمي كتبت معالي غيرت أه بلش اكتب بجريده السفير سجل انا عربي أه؟ وفجاه طلعت الثوره ها أه؟ هذه الشعوب حركتها معلش اذا كنا لا نستطيع ان نتوقع حركه حركه الشعوب هذا لا يعني أن الشعوب ما عندها حركه بس سرعان ما سرقت يعني هذه ال... هذه حركه الشعوب احلام الشعوب حق الشعوب المشروع تس... الطبيعي الشيء الطبيعي ان تسرق حركه الشعوب لانه الثوره وانت كتبت عن الثوره المضادة كتبت عن الثوره وكتبت عن الثوره المضادة أنا رأى... أنا رأى لي... فوكو مرة بمحاضراته اللي الفرنسيه بالكلية في لا. إحنا محاضراته بال سنة الستة وسبعين فوجئت لم نقطع رأس الملك بعد نضال الشعوب من أجل التحرر بيأخذ وقت طويل في الثورة وفي ما يسمى الثورة المضادة الثورة لحظة بينزل الناس على الشارع ميدان تحرير ها بأعداد كبيرة يرتعب الحكام كان طيب الناس بالنهايه بدهم يروحوا على بيوتهم ها نعم اللي باقي بالشارع بعدين مين؟ هي النظام وهي اجهزه القمع والظلم والى اخره الثوره لحظه ها مبدا الثوره الدائم خلاص عندك امل بواقع عربي افضل عندك امل بانه فلسطين يوما ما ستتحرر طبعا ما عندي امل، متأكد من ذلك. كيف على على لا. يعني شارك؟ لأنه هذه الشعوب العربية، هذه الشعوب العربية ستبنى. نعم. رد رد لا لا لا، هذه الشعوب العربية ستبنى. نعم. هذه المجتمعات العربية، أه؟ ستبنى وستتقدم وإلى آخره. إذا ما كان عندي هالأمل ما في حياتي كلها بلا ما لزوم. جرعات الامل اللي عم تستمدها حضرتك او معاليك من الانسان العربي بس يعني جميله جدا بس بنفس الوقت هذا الانسان العربي اليوم منقسم على نفسه لا مسلم آه وسني وشيعي آه وشرق وغرب آه وشمال وجنوب آه يعني كل اشكال التشظيات آه بالدنيا آه موجوده آه بمجتمعاتنا العربيه. انا شديد التشاؤم نعم وشديد الاحباط. ولذلك قلت لك قضية فلسطين مثل كل القضايا الأخرى بنهاية المطاف ما نبي بداية المطاف نعمل من أجل ذلك لا. نعمل من أجل صنع دول عربية نعمل من أجل صنع أو بناء مجتمعات عربية لو ما شايفين الحالة أنه تدعو إلى تشاؤم ما كان في زون لشيء اسمه نضال أه؟ ما أضيق بعد ما أضيق العيش لولا ولا فسحه الامل اذا ما بده يكون في امل شو لا تعمل حياة حلو كثير حلو كثير بس انا بدي اكد أه؟ على شيء يعني بدي اسمع ما يؤكد هذا الامل ما يؤكد التفاؤل كل الناس اللي بيعتبروا انه الثوره بدها او تصلح الاحوال على ايامنا هول بيكونوا انتهازيين طيب لان ما راحت على ايامنا تكون آه... احلامنا لن تتحقق في ايامنا كرمال أنا... هيك انا بالتقديم وانا اصبحت في اخر العمر <applause> بالتقديم انا قلت الاحلام المستحيله انكم امنتوا جيل امن بالاحلام <تصفيق> المستحيله <تصفيق> بس برايك اليوم مسؤوليه مثلا بما انه نحن في ذكرى وعد بالفور المئويه شو مسؤوليه المثقف العربي اليوم تجاه فلسطين؟ هي نفس واجبات المثقف العربي تجاه مجتمعه نعم <applause> انه يساهم ببناء مجتمع ارقى واكثر تقدما، اكثر عملا، اكثر شغلا، اكثر تماسكا. طيب. طيب على كل حال الشخصيات التي تجدها الان في انحاء الوطن <applause> العربي، الوطن العربي،, العربي في ناس ما بيحبوا هذا الاسم يا سيدي المنطقه العربيه ماشي الحال، العالم العربي ماشي آه، ماشي الحال <applause> هذه التشظيات موجوده بكل العالم هي نزل... هي الحياه جزء من التشظي بي... في ظل هذا النظام ما يسمى انا ما بحب كلمه عالمي انا بحب النظام الرسمي لل ال... هي الوع... اكثر ما هي عالمي نيو ليبرال طيب اه هون تشظي والى اخره طيب هيدي اسبانيا هيدي كاتالونيا شو؟ ها؟ أه؟ ما هي ارقى اجزاء اسبانيا وهلا ما بقدر إن ينفصلوا انا ضد الانفصال بجميع اشكاله شو ما كان يكون طيب طيب بايطاليا بالمناسبه اذا كان بايطاليا وفرنسا إسبانيا في تشظيات وحركات انفصاليه ولا بس مش بال... يبدو يبدو مرض متوسطي هذا نحن كلنا على ضفاف هذا البحر المتوسط خلينا نتامل بالبحر لا كاليفورنيا بدها تنفصل في ناس بكاليفورنيا بدهم ينفصلوا عن ايه بس ضعيف الحركة طيب, طيب هالنزعه الانفصاليه في اللي في رجعت في شيء خاص بالمتوسط ما... ما بعرف شو هو الحيو. هو بحر هو بحر مفسد في احد الكتب انا مين كتب هيك نعم. البحر المفسد حركات انفصاليه نعم. حول البحر المتوسط نعم. كنا نعتبر انه هذا مرض عربي الانفصال ها مرض متوسطي لأن كل البلدان المحيطه بالمتوسط نعم. على كل حال ما نحن ما نحن هزئنا بشان الدوله الع... معلش نعم. راحوا السوريين عند عبد الناصر 58 قالوا له بدنا إن نعمل الوحده هلا صارت الوحدة وانبسطنا وفرحنا وآخره وكان كانت أيام مجيدة طبعا نظام عبد الناصر مثل كل الأنظمة نظام قمعي اه؟ نعم <applause> ما اعتبروا جماعتنا بالأخص البعثيين وبقية الانفصاليين الأخوان المسلمين أنه ما عملوا منيح ما عملوا انفصال <applause> هذا في خفه عند عند هذه النخب العربية بشأن الدولة، الدولة ما بتعملها كل يوم وما بتنفصل كل يوم، لا. كل الحركات الانفصالية تجر إلى حروب أهلية ضمن الجماعات التي تريد الانفصال، شوف الآن داخل الأكراد، طبعا عندكم اه حكم ذاتي وإلى آخره، ها. اتمتعوا بما لدي بما لديكم، ضبطوا عملوا بلشت ما يشبه الحرب الاهليه بين بعضهم ولا نتمنى ذلك. طيب النزعه الانفصاليه بالعالم اليوم شو يعني ليش متعاظمه؟ مرق فتره كان الامميه هي خطاب العالم، مرق فتره كان عم تتوحد شعوب مختلفه مثل اوروبا دو مثل ما صار فيها ما يسمى الليبراليزم نعم التي جاءت بها العولمه والى في بداية الحكي عن العولمه والنيوليبراليزم في الكتاب نعم التأسيسي ما بينذكر كثير اسمه بنجامين باربر نعم. شو من ترجمة الليبراليه شو الليبراليه الجديده الجديده النيوليبراليزم نعم. اعطاها اهميه فقط نزع كل القيم البشريه والانسانيه واعطاها قيمه فقط <applause> للمال وتتقدم تقدم المال, يعني المال اهم سميت حضرتك اله الانسانيه المعاصر المال مزور. اوكي هذه هذه هو على بالاختصار انه هذه العولمه وبالنسبه له انه العولمه اللي هي نحن نترجمها لبرالية جديده بتعمل وحده من فوق وتشظي وتذرر من تحت من 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 تحت هي حركات التزر... التشظي تعم العالم الان ما عندنا فقط اوكي بس نحن ايضا لازم نفكر بشكل مقارنة مع الاشي. نحن العرب ما عندنا نتوحد طيب هذا بلد مثل الهند ها في كذا لغه كذا دين كذا وفدراليه ها استقل الهند ها كل أربع سنين في انتخابات وفي حركات كنا نقول ما في الهندوس ما بتصير عندهم حركات أصولية دينية إلى آخره صار عندهم حركات أصولية هندوسية وإلى آخره رغم ذلك الهند موحدة مجتمع مفتوح هذه باكستان انفصلوا انفصلوا عن الهند لسبب وحيد إنه بدنا نعيشوا كمسلمين ف... نعم وانه بده نعمله دوله اسلاميه حتى الآن باكستان ما فيها دستور على فكره اسرائيل ما فيها دستور على ماذا كل دوله دينيه ما في في دستور طيب هل حكم باكستان منذ الاستقلال حتى الان الا الجنرالات والعسكر؟ صحيح طيب هل الهند؟ ها؟ في تداول في مقارنة السلطة بشكل طيب معلش حتى التبور. ما حتى ما نقول على الناطق يقولوا الحق على الاسلام كدين والى اخره، طيب هذه ماليزيا ها سبع سلطنات مدى تسع سلطنات عملوا نهوض هائل بجرف 15 سنه ها بسبب خطه اقتصاديه بسبب الشغل يعني مش ايام مهاتير محمد اول ما استقلوا اجى تنكو عبد الرحمن عمل خطه قال بدنا نشتغل ها كانوا في صينيين الموجودين الصينيين ماليزيا 39% صينيين يملكون معظم الثروه قالوا ما بدنا ناخذ شيء من قدامكم بس نحن بدنا نزيد حصتنا وعمل خطه اقتصاديه على 20 20 سنه ها بسبب الشغل شوف ماليزيا وين شو اللي خ... اخرج ماليزيا ماليزيا من طور الى طور من الظلمات الى النور الشغل الشغل ساعود الى موضوع الانتاجيه نعم سنغافوره وفيها فيها مثل نعم <applause> ساعود الى موضوع الانتاجيه والشغل اثر هذا الامر يعني على كل على الجسم الجسم اللي ما بيشتغل الجسم المستريح ينتج عقلا مستريحا طبعا ومترهلا كمان نتوقف مع استراحه سريعه ثم نتابع بيت القصيد الكرام مئة عام على وعد بالفور المشؤوم وضيفنا في الاستوديو المفكر والكاتب العربي مع الاستاذ الفضل يعني انطلاقا من المناسبه من الذكرى التي نحن فيها يعني مئة عام على هذا الوعد اللي كان كارثي يعني على فلسطين وعلى العرب هل تعتقد او ترى انه العرب مستهدفين اليوم ما يجري في بلادنا في جزء منه مشاريع تفتيت وتجزئه، وهل لهذا الامر علاقه بقضيه فلسطين؟ ليش العرب هن المستهدفين بهذا الامر؟ يعني لماذا دائما قدر هذه البلاد أن حروب ومطامع وغزوات؟ ليه؟ رغم صحه السؤال. نعم. يجب ان نقلع عن هذا السؤال. ليه؟ أه؟ ليش؟ عجبنا تبرحنا ضحايا طيب شو ملايين كيف نستطيع كي كيف نستطيع كيف نستطيع الخروج من دور الضحيه الى دور الفاعل؟ طيب كيف عندما عندما نتوقف عن هذي عن هذه الاسئله وقت بنصير نشغل ها يا معا وننتج معالي جبران ملايين ملايين دي دي من 2001 لليوم او من 2003 ملايين الضحايا، ملايين المهجرين خارج بيوتهم بلدان عربيه اساسيه مدمره سوريا، العراق، اليمن، ليبيا. بعد ما دمر لبنان والجزائر ومصر مشغول بالها بسينا وبحدودها وبمشاكلها، بتقول لي انه مش مستهدفين ويجب ان نكف عن السؤال؟ طيب مستهدفين نعم واذا كان مستهدفين طيب خلينا نقعد نشغل نبني مجتمعاتنا ها <applause> وسنبقى مستهدفين ولكن نستطيع ان نحقق نحقق <applause> <applause> انجازات شو يعني نشتغل؟ إن... شو يعني نشتغل؟ نقعد نشتغل يعني شو يعني إنتاجية؟ ما انا بدي يعني نوضح الفكره قد ما نقدر يعني ننتج ننت... انتاج زراعي <applause> نعم ونحن الان نستورد معاب علينا بنستورد القمح من مصر للعراق غير قصه السلفيه والى اخره كل عمره وعلى فكره من فترة كنت 10 20 30 سنة عم كتاب لمؤرخ او اقتصادي عراقي ان العراق لم يبدا باستيراد القمح الا مع انتاج النفط. نعم. اوكي. انه يعني نعود الى مقولة انه النفط لعنة. زراعة صناعة وانت شغلة كبيرة كمان الزراعة والصناعة مركز مراكز بحوث علمية هات وين في بلد عربي في مراكز بحوث يخفون يخافون من التفكير ولذلك يخافون من من مؤسسات التفكير البلدان الاوروبيه والبلدان الولايات المتحده وروسيا والاخري حتى روسيا القصريه كان في كثير مؤسسات للتفكير اذا اهتموا بالمفكرين لانه هولي... لماذا يخاف الحكام العرب من التفكير؟ سؤال لانهم يخافون من الراي، يخافون من ابداء الراي لانه ي... لانهم يعلمون سلفا ان راي الناس ضدهم ها وبالتالي يخافون الراي وبالتالي يكممون العفو ها ولا ما بدهم ما بدهم مراكز بحوث واذا كان في حدا نعمل مركز بحوث بسكره ليه؟ لانه ممنوع <applause> لنفس أوك. لانه هذه المؤسسات اللي بتفكر بالشغلات القديمه شوي تنتقل الى التفكير بالامور الرعنة وهم ضد التفكير وهذه الجماعات هذا المزاج الديني هذه الدول هذه الانظمه <applause> اللي هي فاقده شرعيتها مين عمل انشا هذا المزاج الديني معلش هذا المزاج الديني بلش بالسبعينات اه مم. اوكي سواء بمصر بسوريا بالعراق والى اخره مين انشاوا؟ الأنظمة الأنظمة ليش؟ تحارب ال... لتحارب خلينا يضلوا الناس يقروا حديث القران وعمرهم ما يفكروا ليه؟ ما بدهم ان الناس ينتجوا ويبدعوا كمان الانظمه قايضت وجودها معلش قايضت وجودها السادات قبل ما راح على القدس نعم قبل ما عمل كم ديفيد ما تلاعب الدين ما جاب الاخوان المسلمين واعطاهم ما كان ما بيحلموا فيه ايام عبد الناصر ما نشات الجماعات الدينيه اللي هلا تطورت الى داعش بسوريا بعد 82 هل تعتقد او بالعراق نعم متى كتب على العراق على علم العراق الله اكبر في السنوات الاخيره قبل ايام صدام حسين نعم هذه الانظمه اللي بدها شعوبها ليس عيبا ان يقول الواحد الله اكبر ها نعم ما ما العيب ها أه؟ بس هي حي... بس ه... العيب ان هذه الأنظمة اعادت ادخال الدين للمجال العام حيث أه؟ حيث حس... يجب ان يكون الدين ايمان بالمجال الخاص بينك وبين الذات الالهيه يعني فينا نسميه دين السلاطين أو فقه السلاطين، حضرتك أو معاليك علي المؤسس المؤرخ مؤسس الشهير عنده كتاب اسمه للسلاطين علي الوردي مش هيك؟ <applause> حبيب قلبك علي الوردي الله يرحمه نعم معاليك مؤسس مجلة الاجتهاد ايه اليوم برأيك الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي يحتاجان إلى تجديد إلى قراءة على ضوء العصر الى قراءه على ضوء الحدث التاريخي الى يعني قد ايه نحتاج إلى إلى, الى 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 هذا الامر كي لا يكون يعني الفكر الديني او الاستخدام الدين على هذا النحو الذي نراه وجه الي احد الاصدقاء منذ فتره نعم سؤال انه هل يحتاج المسلمون الى مصلح ديني مثل لوثر مارتن لوثر ايه <applause> ايه طبعا قلت له لا لا يحتاج كيف لا يحتاج؟ حركة مارتن لوثر ضد الكنيسة نعم ضد المؤسسة الدينية نعم هذا الدين الاسلامي ما في مؤسسة دينية مفترض فيه... مفترض ما في في عند... عند الشيعة نعم ما يسمى مرجعية مرجعي ومرجعية التقليد في بس لا ما في مؤسسات نعم. من نعم لا انه ما في مؤسسات دينيه اه لا. لانه اذا في مؤسسه دينيه هي بتقرر على الناس شو دينهم وشو ايمانهم لا تصل بالضروره الى القمع فحركه مارتن لوثر كان ضد المؤسسه الدينيه ضد البابويه ها أه؟ ما في هلا عنا هذا الامر بعدين حركه مارتن لوثر كانت حركه سلفيه طب ماذا أه؟ نحتاج اذا؟ خليني اكفي نعم كانت حركه سلفيه باي معنى؟ ها؟ أه؟ الرجوع للاصل لا. للسلف الصالح، ما نحن رجعوا هؤلاء للسلف الصالح وشفنا شو صار فينا ها؟ أه؟ ما بيلزمنا شيء مثل مارتن لوثر لانه السلفيه لا تلزمنا وهي عبء علينا وعبء على مجتمعنا ما الذي يلزمنا؟ انفتاح العقل ها؟ أه؟ انفتاح المجتمع، اصلاح اجتماعي، نعم ها؟ أه؟ وبداوا بالقرن التاسع عشر ناس مثل رفاعة من ايام رفاعة الطعطاوي جمال القرغاني، محمد, محمد عبدو الى اخره اوكي كان في اصلاح ها. قصف عصف عمره هذا الاصلاح في الربع الثاني من القرن طيب شو بيمنع ينقصف ينقصف ينقص عمره مره ثانيه اذا اذا وجد اذا توفى هلا اللي بده ينقصف عمره هو السلفيه نرجع العالم لاستمراريه عصر النهضه قد بتعتقد انه ظواهر مثل داعش وما فعلته داعش مثلا و يعني هذا النوع من الفكر الديني قد بتعتقد انه ممكن نخلق رده فعل ايجابيه بمعنى رب ضاره نافعه انه الناس لما تشوف هذا النموذج لما يسمى الاصول باعتبار هن بيدعوا انهم عم بيطبقوا الكتاب قد ممكن نخلي الناس تروح على المحل الثاني اللي هو قراءة الكتاب على على داعش من جملة الناس اللي بيعتبروا حالهم سلفيين نعم ها هي عنده... وقت بصير في اصلاح اجتماعي ها انفتاح بالمجتمع انفتاح العقل نعم. ونخرج من الحاله اللي فيها انسداد عقلي <applause> ما بيعد لا داعش ولا السلفيه لزوم فما نحتاجه تقول لي اصلاح اجتماعي نعم نعم والاصلاح الاجتماعي يتاسس على اصلاح اقتصادي نر... ان نعود انه القيمه هي ما ينتجه البشر أه؟ ليست فقط في المال النفط ومال النفط ومال الرائع ليس ثروه اوكي ما ينتجه البشر هو الوحيد اللي له قيمة ولذلك معلش طيب. اذا كان النفط خلينا نروح شوي على السوك اكسشينج بورصة نيويورك قديش هلا على البورصة؟ ها؟ 23000 شو اسمه داو جونز طيب من ست سبع سنين كانت 15000 نزلت من 9000 ل 2002 يعني نحكي من 6 7 سنين كانت 15000 12000 15000 طيب هل تضاعفت القيمه قيمه ما ينتجه من الناس بهول الامريكان الشركه بهال بهالقدر بمقدار ما زادت كميه الاسهم والمال لدى الناس عن يعني يزيد المصاري ها باكثر اكثر بكثير من زيادة الشغل وزيادة القيمة، القيمة الوحيدة هي بالشغل يعني بمعنى أنها فلوس بلا قيمة ايه بسمو... كرمال هيك يزداد التضخم آه ويسموها آه آه بيسموها بيسموها فايت ماني مال ال... هي القدر نعم فايت قدر ها آه؟ نعم انتقلت السلطة خلال مختلف العصور طيب سؤال آه؟ إذا كانت معاليك إذا كان النفط لعنة على العرب وانظمه النفط وغير النفط فعلت ما فعلت من مصائب ومن بلاوي بما في هذه المتعلقه بها. نعم. بانك تعمل مصاري منهم. نعم تحولت و... الى ثقافه الى نمط حياه نعم. الى طيب تراجع قيمه النفط تراجع اهميه النفط وفقدانه يعني لهيك صدارته وريادته شيئا فشيئا ممكن يخلينا يعني هذه الانظمه المتكله ليل نهار على النفط، ممكن تعمل شيء منتج؟ تعمل مشاريع انتاجيه؟ ممكن تغير مقاربتها للمسائل؟ والله على... انه نربط مصيرنا بتطور اسعار النفط ك... ما هو مش حاصل هذا يعني. اللي حاصل؟ اليوم جزء من الازمه الماليه والاقتصاديه بالعالم العربي مش سببها تراجع اسعار النفط والحروب اللي عم تخوضها هذه الدول النفطيه؟ لا شو سببها؟ النفط النفط لا شك تعني منتج ذهنيه لا شك سببها اهمال اهمال كونسبت الدوله الانظمه فقدت الشرعيه نعم اهمال السياسه اهمال المجال العام اوكي كل هذه الامور جعلت من النفط لعنه نحن النرويج نعم. طلعوا نفط ما نقول لعنه نحن كيفيه التعامل نعم. مع نعم. كيفيه نعم. التعامل نعم. مع النفط المس... استخدام المس... 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 <applause> النفط بدك دوله نحن نعمل ها عملنا ونعمل كونسبت الدوله اوكي والسنه من... بنعتبر انه الدوله هي نظام الدولة ليست النظام النظام هو القمع الدولة هي المشاركة أن نعيش سوية وأن نقرر أن نعيش سوية عندما تصبح هذا القرار بأن نعيش سوية وينغرز هذا الوعي في ضمائرنا نصبح مواطنين بصير في دولة أما النظام اللي قائم على القمع يضعف الدولة ولا يقويها طيب خليني يعني استنتج شغله صغيره إن نحن نحتاج في بلادنا ومجتمعاتنا العربيه الى مسالتين اساسيتين، تنميه اللي هي انتاج وشغل وتعليم والى اخره وحريه شرعيه حريه حريه ماني ضدها نعم آه حرية هاد 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 آه اللي آه خلينا بس نتوقف <applause> مع استراحه ثم نتابع بيت القصر مشاهدينا مئة عام على وعد بالفور المشؤوم مئة عام أنتجت ما أنتجت من كوارث بفعل وجود الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين فلسطين هذا جرح الغائر في وجداننا جميعا في وجدان كل عربي صادق نناقش يعني هذا الوعد بعد مئة عام وأحوال الأمة العربية مع الكاتب والمفكر العربي معالي الأستاذ الفضل <applause> ابو علي على راسي وعيني يعني نحن بنتمنى ان نعمل حوار نحن عن تجربتك يعني تجربتك الحزبيه والسياسيه والانمائيه وكتبك ولكن اليوم عم نحكي في قضايا عامه انت لقى من المناسب اللي حكينا عنها قد مسؤوليه اليوم المثقف العربي النخب العربيه باعاده الاعتبار للمفاهيم والمصطلحات معاليك يعني بمعنى اليوم إذا فلسطيني أعزل ما لقى غير الحجر أو السكينة دافع عن حاله فهو إرهابي بوسائل الإعلام وبكثير من الخطاب الإعلامي والثقافي أحيانا وإذا دولة مثل إسرائيل أو مثل أمريكا دمرت يعني بلاد بكاملة هذا دفاع عن النفس يعني المصطلحات والمفاهيم ما مسألة يعني هيك عابرة مثل ما البعض بيظنوا يعني إذا ما قلنا عن الشهيد شهيد وإذا ما قلنا عن ضحية ضحية عم تفهم علي شو قصدي إيه الحقيقة أنا صدي حاطت قدامي في خمسين أو سبعين مصطلح من المصطلحات الشائعة نعم بالحقل السياسي وإلى عم نكتب عن كل وحدة كل مصطلح من هذه المصطلحات إعادة تعريف في كتاب عند أحد العلماء العرب من أيام العباسيين التعريفات <applause> طبعا تحديد المصطلحات مسألة مهمة جدا جدا وللأسف في خربطة لأنه النقاش يعني بس عندما تباشر هذه المساله اللي هي تحديد المصطلحات يبدا النقاش او يبدا الخلاف اوكي يعني بنظر بالنسبة... يعني كلمه مثل الدوله لا. كلمه مثل النظام القيمه الثروه طب شو هي القيمه طب شو هي الثروه بس النقاش حول هالمسائل المسائل بيفتح وعينا مشكله مشكله الوعي العربي السائل لا. اننا اعتبرنا كلمه مثل الامه او ان كثير من هذه التعابير الامر مفروغ منه وما علينا الا الممارسه هو ت... ليس مفروغا منه اذا اثنان من عرب عن يتناقشوا واحد بده يقول له سكر بوزك بشكل مهذب شو يقول له؟ تنظر او حاج تتفلسف مهمة انا وانا اعتقد ان مهمة التنظير ومهمة التفلسف هي اولى المهام التي يجب ان نمارس ان نمارسها لكي نصل الى وعي ونخرج أه نخرج به عن هذا العقل المستريح، لا الامور ما محلوله، الامور النظريه ما أنا محلوله وتعريف المصطلحات منو مسألة ما هو تتحول المقاومة إلى إرهاب والجلاد أو المحتل إلى منقذ مش 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 طامي كبرى حين يصبح الطفل الفلسطيني يعني هو المدان والدبابة الإسرائيلية هي ال... وعم ركز على موضوع فلسطين لأننا في ذكرى 100 عام على وعد بالفور، بس ينطبق هذا المثل على يعني كثير من الأمكن العربيه فلسطين سبب التراجع العربي او مظهر آه. من مظهر اسرائيل سبب التراجع العربي او مظهر من مظاهر التراجع العربي، زي ما قلنا في ناس بيحبوا يقولوا انحطاط ما بحب لانه في اهانه على كل حال في الوعي العربي فكره الانحطاط سائده ويختلف المثقفين العرب متى بدا الانحطاط مع ثوره الزنج باواخر القرن التاسع الميلادي مع قدوم الفرنج الصليبيين مع مجيء المغول في ناس بيقولوا مع العثمانيين فكره الانحطاط يعني عمليا عم نحذف ألف سنه من تاريخنا معلش بهذه الفترة التي تعتبر مرحلة الانحطاط نعم <applause> إذا قلنا مرحلة الصليبيين أو المغول أو إلى آخره، طيب إجا بعد منو ابن ممكن ابن يكون في مرحلة والمقريزة وكل المنتجات العلمية في واحد اسمه جورج صليبة كتب يا عمي ما طلع كل المنتجات ابن النفيس وابن الهيثم وابن إلى كله في العصر اللي عم تسموه عصر انحطاط انحطاط طيب تعلي شان التنظير والتفلسف و والتثقف يعني والمثقف اسمح لنا لي حاجه بس بنفس الوقت المثقف العربي او يعني النخب العربية متهمه بانها بعيده عن الشارع بانها لا تلامس نبض الناس انها لم وانه الشارع سبقها الشارع العربي ايه لانه النخب العربيه ما اهتمت بالمساله الاساسيه اللي هي تعريف المثقف يقوم على شو؟ على شو؟ معرفة نعم ها؟ ونحن نحتاج إلى ما يسمى رهبنة معرفية العلم للعلم الفن للفن الفن. أوكي ومو أنه كل ما نكون عارفين بالقوة وعنا نحكي نحن زملائنا وإلى طيب هذا الحكي شو بينفعنا؟ طيب هذا الحكي شو بيفيدنا؟ كل معرفة بتفيدنا مساله المثقف الاساسيه يعني ان يبني اراءه ومواقفه وسلوكه على اساس معرفي اذا اهملنا المعرفه لا يبقى شيء بهالمعنى الى جانب ما هو مش... هذا التيارات الدينيه المنتشره سماها اوليفير واو بكتابه الجهل المقدس أه؟ لانها لا تحف على القراءه وعلى الاطلاع وعلى يعني علاقه سليمه وسويه مع الفنون ومع الابداع ومع البحث العلمي ومع كل هذه الامور يعني قد بهالمعنى الى جانب الشغل والانتاج والعمل نحن بحاجه الى مناهج تعليم معاصره مناهج تعليم حديثي مناهج تعليم تعلي شان الثقافي الى جانب العلم المعرفي الى جانب الشهاده الجامعيه او المدرسيه او سواها. انا قد تكون الاسئله بديهيه، قد تكون الاسئله تحصيل حاصل، بس نحن بزمن بحاجه لاعاده الاعتبار لكثير من البديهيات معاليك. طبعا ليش التنظير، نعم. شو معناه التنظير؟ نعم. ان نعيد البحث بالبديهيات، ما هو بديهي غير بديهي. وان نعود الى الشك، وان نعود الى التساؤل، ها؟ وان نعتبر ان ما هو بديهي لم يعد بديهيا ساعتها نصير شغل عقلنا لا يمكن لامي ان تتقدم او لمجتمع بدون اسئله بدون, بدون شك علامات استفهام اللي هي الشك الشك بيولد اسئله اليقين يسلم وما عم نحكي عن مساله الايمان الايمان اليقين الايماني مساله ثانيه عم نحكي اليقين العقلي في قول جميل للفقهاء نعم اللي كتبوا بالاصول مش الشروط اي آه. مش. آه. اليقين هو غل... غلبة الظن غلبة الظن آه. شو الظن؟ شك شك تساؤل آه. ما في مقولة آه. شائعة انه الشك طريق اليقين طيب الكتب في اصول الفقه ببلش الكتاب اللغة وبيحكي لك شوية شغلات والى اخره وبعدين بيدخل لك ابواب في الترجيح آه. من اين جاءنا هؤلاء السلفيون الذين يقولون هذا هو الدين وليس غير تصرفنا غير ما هو مخالف لسلوكنا ليس من الدين وهؤلاء الفقهاء الذين ساهموا في انشاء هذا التراث وهذا التراث الديني بيقولوا لك اليقين غرابه الظن ويقولون لك كتبهم كلها ابواب في الترجيح ما هو الترجيح؟ في اعظم من قول والله اعلم يصح الوجهان ها؟ نحن بنعتبر انه اذا قالوا صح الوجهين بنضحك عليهم يصح الوجهين والله اعلم كا. الشك طريق اليقين آه طبعا مصنع. على كل حال العلوم الحديثه قائمه على آه... على الشك <تصفح> في آه... آه... مؤتمر اللي صار سنه 1900 بآه... 32 من ال 37 بين علماء الفيزياء والى يعني كان اينشتاين كان آيزنشتاين والى اخره، وصار نقاش بين علماء الاجسام الكبيره مثل يعني الكواكب وغيره مثل اينشتاين، وآيزنشتاين لا كوانتم ميكانكس والى اخره. آه, آه الفيزيائيين اللي بيشتغلوا بقضايا الكوانتم ميكانيكس الذرات الصغيره انه تخيل بس هيدي نحاول نقيسها بتغير محلها بدنا نعم. نعتمد على البروبابيليتيز على غلبه الظن نعم. اكثر ما بدنا نعتمد على نعم. الاحتمالات يعني انه يحط الانسان احتمالات <applause> متعدده هي 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 الاهم لفتح ابواب الحياه مش بس بيرجع يعني. لاينشتاين بيقول له يكون بعلمك ان ان الله لا يلعب النرد ما بيلعب طاوله بس صحيح الحكي هذا الرياضيات عم تتعدمت بالقرن العشرين مع البروبابيليتي ثيري مع نظريات الاحتمالات طيب بهالمعنى قد ايه نحن بحاجه نستعير عنوان مجلتك اللي اسستها سابقا الاجتهاد ان يعود الازهر مثلا يعني لينتج لي 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 لنا رجال دين متنورين ومثقفين آه ما عارف ان ايه ما ما لا لا ازهر ولا ما بده يصير في اصلاح اجتماعي نعود للشغل والى اخره انا بدي أقول لك في قول طغت الوهابيه آه. على ما عداها بالفقه الاسلامي السلفيه السلفيه سميها السلفيه مش الوهابيه اللي الوهابي الوهابي. هي تشمل الوهابيه وتشمل نعم. هذا غلب انه هذا اليقين المتاكد من نفسه المتاكد من رأيه إلى اخره يعني خلينا من يستتاب, الس... ثم, يقتل يستتاب <applause> ثم يقتل يستتاب ثم يقتل يستتاب ثم يقتل في قول يقتل الامام الشافعي يعني راي الفرق بين رايي ورأي الخصم، انا رايي صواب يحتمل الخطا ورأي الخصم خطا يحتمل يعني الصواب كيف نعود الى وكان هذا؟ كان يركب في احد المرات يركب دابه سالوه ما عدا القوائم هذه الدابه؟ نزل عن الدابه وعد قوائمها <applause> هذا افضل بكثير من هؤلاء وهذا يعني من المؤسسين من المؤسسين هذا افضل بكثير من هؤلاء الفقهاء العميان وبتعرف ماذا اقصد بالفقهاء العميان فقهاء الظلام اليوم العروبه قربنا على الختام معاليك سؤالين استاذ ما هي العروبه بالنسبه لك؟ ما هو معنى العروبه؟ نسمع احيانا كلمات او مصطلحات مثل العروبه الحضاريه والعروبه غير الحضاريه والعروبه المنفتحه والعروبه المنغلقه الى اخر اخره. اولا العروبه غير القوميه العربيه. نعم. القوميه العربيه هي كيف ينظر الناس الى كونهم عرب. العروبه هي وجود هذا الوجود العربي. انت الذي بدات قوميا العربية. عربيا وبعثيا <applause> وناصريا وعرشت <applause> على الماركسيه <applause> وعن ماذا كنت تبحث؟ كل شيء كل شيء ها طيب سي... <applause> سيكون لنا المعرفة سي... المعرفة كل شيء انا مثلا لا. اليوم بقرا فيزيكس اليوم بقرا, بقرأ فلسفة اليوم بقرا تاريخ اليوم بقرا اقتصاد اليوم بقرا حتى بحط... بالليل بحط حد مني ست سبع كتب بتنقل الى اخره كل انواع المعرفة عن ماذا كنت ابحث لا, لا. في شيء الحياة وهو آه يربط بين كل آه مواقفي وسلوكياتي من من, آه من, آه من اول ما ولدت لليوم آه هو انه هذا العرب اللي حالتهم مسخمه والى اخره كيف الخروج من هذا الوضع هذا ومن هذا المصير الانساني لانه المصير الانساني انا اعتقد آه مرتبط يعني او جزء منه اذا ما قلنا مرتبط بالوجود العربي والان نحن العرب وخاصه المشرق العربي نحن نحن مركز حروب العالم الان لماذا يتقاتل كل العالم علينا الان ما هذا السؤال سالتك اياه إيه في سياق الحوار أه؟ وما جاوبتنا عليه جواب واضح أه؟ ليش القدر كان الحروب قدر في بلادنا وعلى بلادنا كيف نجيب على هذا السؤال؟ لانه احنا مهمين لانه نحن في منطقه مهمه ها؟ مهمين استراتيجيا ها؟ ومهمين فكريا يعني فكريا هذا الدين الى اخره ها؟ عام مناطق معلش هول العرب اللي انشاوا الاسلام كده؟ بعدين من ثوره 2011 يعني عقبنا على كل هالشيء انا على فكره نعم عند سيكون لنا لقاء ان شاء الله حول تجربتك تجربتك الشخصيه يعني سواء بالحياه الحزبيه السياسيه الفكريه ولكن اخيرا يعني كلمه او ماذا تعني لك فلسطين اليوم. ستستعاد فلسطين. ستستعاد. طبعا اللي بيعتبروا انه ذبح اليهود فلسطين ولا ما, ما, ما هذا المطلوب، المطلوب استعاده فلسطين عندما نبني مجتمعات قويه ومتماسكه والى اخره أربعة خمسة ملايين يهودي مثل أربعة ما راح يكونوا ما راح يكونوا مشكلة بس عندما نصبح مجتمعات متماسكة وقوية بدهم يبقوا يبقوا بدهم يسلوا يسلوا ها أه؟ أنا برأيي سيأتي وقت ها أه؟ سيجدون هؤلاء المغتصر هؤلاء المغتصبون سيجدون أنه بقائهم في هذه المنطقة مستحيل أه أه ليس لهم مصلحة فيه نتمنى okay. أن يكون هذا اليوم قريبا شكرا <applause> معالي الأستاذ فضل الشلاق <applause> سعدنا جدا باللقاء حيوي وشيق مع معاليك ومثل ما قلنا نتمنى أن يتكرر أهلا وسهلا بحضرتك <applause> يا نور شكرا شكرا لفريق العمل لمخرج البرنامج علي حيدر لمنتج البرنامج غادة صالح لمشاهدينا في كل أنحاء العالم نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله